المعارك لا تكاد تهدأ في نهم وسط انتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني على فلول ميليشيا المخلوع صالح والحوثي. زيارة كبار قادة الجيش لا تنقطع عن هذه الجبهة على نحو يجسد التلاحم بين القيادة والأفراد في هذه المعركة المصيرية التي تقربهم كل يوم من الهدف النهائي صنعاء. ونحن كلنا وأنا متأكد معظمكم من مناطق عاشت الظلم الذي قام به الانقلابيون، ولذلك كلنا جينا ندافع عن وطننا وندافع عن عقيدتنا وندافع عن مكتسبات بلادنا، ونطلب الأمن والاستقرار لبلادنا والمواطنة المساوية بين أبناء اليمن. على مدى اليومين الماضيين حرر هذا الجيش سلسلة من التباب الاستراتيجية التي جعلته قاب قوسين أو أدنى من محله والاتصال بالخط الرئيسي الواصل بين صنعاء ومأرب عند تلك المنطقة. إن شاء الله وإحنا في محلي قاطعين خط صنعاء مأرب. العوده فارين منهزمين منسحبين من جبال نهم. ما أن يعتلي الجيش الوطني والمقاومة إحدى هذه السلاسل الجبلية حتى يفر من أمامهم مقاتل الميليشيا لا يلوون على شيء، وبعضهم يسلم نفسه رغبة منه في إنهاء الارتباط الخاطئ بمشروع هدام يسعى إلى تقويض الدولة والسلام في اليمن، حيث يعمد الانقلابيون إلى استغلال حاجة الجنود والمواطنين والدافع بهم إلى أوتون معاركهم الخاسرة ضد الوطن. رسالتي المقرر بهم انهم ينطلقوا مع الشرعيه، لا عاد ينحازوا ولا يصدقوا اي كلام فاضي. بالعزيمه والاصرار نفسيهما يواصل الجيش الوطني والمقاومه مهمه تحرير نهم تبه تبه، متغلبين على جغرافيا شديده الوعوره، حيث المعركه هنا خليط من المواجهه المسلحه مع العدو واخرى مع الطبيعه الجغرافيه القاسيه متقطعه الاوصال عبر شق الطرقات وتطويع المسارات الصعبة في جبال هذه المنطقة. دوافع هؤلاء إلى خوض معركة الحسم ضد الإنقلابيين تتحد مع أهداف معظم اليمنيين الذين رأوا في الميليشيا مشروع تفخيخ للجسد الوطني وتمزيقه وإخضاعه لأجندة طائفية. الحوثي ظلم وتجبر، يعني لم يفعل ما لم تفعله إسرائيل. لم يبقى أمام هؤلاء إلا اليسير في معركة المصير التي يخوضونها على ذرانهم، معركة ستجعل من هذه المنطقة مشهدا مشرقا في تاريخ اليمن لقرون من الزمن.